ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعف. أي الرجال المهذب، لست لن تستبقي بجانبك أخا إذا كنت لا تلم تلمه على شعف. لابد هذا الإنسان وإن مشط شعره ما شاء لابد أن تبقي فيه شعيرات قائمة، فهذه الشعيرات يقول له يعني هذا هو التشعث في خلق صاحبك، فلا بد أن تغض الطرف عن بعض ما فيه مما لا يسرك. إن لم تغض الطرف وطلبت المهذب الذي ليس فيه تلك الشعيرات لن تستبقي أحدا. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث. أي الرجال مهذبون؟